بسم الله. إن شاء الله دي محاضرة شرح الليمفاتيك سيستم. هنبتدي الأول بجزء عن الأناتومي بحيث نعرف إيه اللي هنتكلم عليه. كإمبريولوجي ممكن بيجيلك حتتين ام سي كيو في الحتة دي. طبعا الليمفاتيك سيستم كإمبريولوجي بيتكون في الأسبوع السادس، بيبقى اسمه البرايمورديال ليمفاتيك سيستم، بيبقى عبارة عن ساك بتبقى موجودة جنب الجاجولار فين. بعد كده الساك ديت هي اللي بتبتدي تكون البريفيرال او الماتيور ليمفاتيك سيستم اللي هنتكلم عليه بعد كده. يهمني برضو ان تعرف الاجزاء اللي ما بيبقاش فيها ليمفاتيك درينج وهي الابيديرمس، لكن تيك كير وخد بالك ان الديرمس بيبقى ريتش ليمفاتيك، والحته دي هنحتاجها في السيرجري بتاع الليمفيديم. يبقى الليمفاتيك بتبقى ابسنت في الابيديرمس والكورنيا والسي ان اس كله والكارتليج والتندون والمصل. طبعا في 3 كومبوننت وهم اللي بيكونوا الليمفاتيك سيستم. بتبقى عباره عن كابيلاري في البدايه، الكابيلاري دي بتكبر وهي اللي تكون لي الميجور ليمفاتيك دكت او الميجور ليمفاتيك فيزلز، والميجور ليمفاتيك فيزلز ديت بيتخللها في النص ليمفاتيك نود عباره عن محطات بتعمل فلتريشن للليمف زي ما هنعرف. لو ابتدينا بالبدايه بالليمفاتيك كابيلاريز، تعرف ان هي بتابزورب الليمف، ليها برضه رول انها تعمل ابزوربشن للميكروبز والمولكيولز الكبيره عشان تديني بعد كده الليمفاتيك فيزلز اللي هتنقل وتكولكت الليمف لحد الفينا سيركيوليشن. يهمني ان انت تعرف ان مفيش كوميونيكيتورز او بيرفوريتورز بتوين السوبرفيشال والديب ليمفاتكس، والحته دي هنستخدمها وهنحتاجها في الجراحه بتاعت الليمفيديما برضه، بعكس الفينوس سيستم اللي كان بيبقى فيه بيرفوريتورز بتعمل بيرفوريشن للديب فاشيا وتوصل بين السوبرفيشال والديب. طبعا الكلام ده مش موجود في الليمفاتكس، لذلك هنحاول ان احنا نعمل عمليات نعمل بيها كونكشن او نعمل احنا بيها كوميونيكيشن بتوين السوبرفيشال والديب ليمفاتيك سيستم في حالات الليمفيديم. طبعا الليمفاتيك فيزلز بتمشي جنب الميجور او المين بلود فيزلز. طبعا اهم او بدايه الميجور ليمفاتيك سيستم هتبقى هي السيسترنا كايلي، بتبقى عباره عن ساك ليمفاتيك ساك في الحته دي كده عند اللمبر فيرتيبرا رقم 1 2 جنب الاورطه قدام الفيرتيبرا كولم على طول. طبعا اللي بيكونها بيبقى تو لمبر داكت رايت وليفت، والتو لمبر داكت دول بيديرين اللور ليمب كله مع الكدني، واللي في النص دي بتبقى الانتستاينال داكت ودي بتديرين الجي اي تي. بعد كده السيسترنا كايلي بتطلع بتكمل كثوراسيك داكت، والثوراسيك داكت دي بتعدي مع الأورطة في الفتحة بتاعته مع الديافرام وتمشي في البوستيريور ميديا ستاينم. ماشيها في البوستيريور ميديا ستاينم بيبقى بيهايند الأسوفيجاس، لذلك كومون جدا في حالات الأسوفيجيال سيرجري إن يحصل إنجري للثوراسيك داكت. بعد كده عند تي 7 اللي هي الثوراسيك فيرتبري بتشفت من الرايت للليفت، ثوراسيك داكت بتشفت من الرايت سايد للليفت سايد وتمشي ورا الكاروتيد شيس عشان تفتح بعد كده في الكوميونيكيشن بتاع الجاجولار و السبكليفيان اللي هيدي البريكيوسيفالي. لو ده الليفت جاجولار وده الليفت سبكليفيان فين، هي بتيجي تفتح في الكوميونيكيشن اللي هنا عشان تودرين الليمف في الفينوس سيركيوليشن. طبعا اللي احنا شرحناه دوت اللي هي السيسترنا كايلي بي الثوراسيك داكت بيديرين الجسم كله ما عدا نص الهيد والنك والابر ليمب وجزء من الشيست اليمين. الجزء دوت كله اللي بيعمل له درينج هو بيبقى حاجه بنسميها الرايت ليمفاتيك داكت. الرايت ليمفاتيك داكت زي ما احنا شايفين في الصوره دي كده بتتكون برضه، هي طبعا ما بتبقاش طويلة بعكس الثوراسيك داكت. الثوراسيك داكت بيبقى طولها حوالي 45 سنتي، لكن المين داكت زي ما احنا شايفين كده الرايت داكت بتبقى 2.5 سنتي. بيجيلها تريبيوتريز من الهيد والنك من اليمة اليمين اللي بنسميه جاجولار داكت رايت جاجولار داكت، وبيجيلها من الدراع الرايت سب كليفيان داكت، ومن الشيست من الرايت سايد بتاع الشيست بيجيلها الرايت ميدياستاينال داكت. التلاتة دول هما اللي بيكونوا الرايت من داكت اللي هتدرين برضه في الكوميونيكيشن بتاع الرايت جاجولار والرايت سبكليفيان عشان يدي البريكز. يبقى دول التلاتة ميجور داكت، السيسترنا كايلي والثوراسيك داكت
والرايت مين والرايت مين داكت. بعد كده الليمف نود، الليمف نود هي اللي بتعمل فلتريشن للليمف، ووظيفتها برضو الاميونيتي اللي خدناها في الميكروبيولوجي وهنجي لها بعد كده واحنا بندرس المايكرو اناتومي بتاعها. عندنا حوالي 600 ليمف نود في الجسم كله، في 200 في النك و 200 في الابدومين، وفي النص بينهم في الشيست في حوالي 100، وعندنا في الاجزله 50 والجروين 50. يعني لو رسمنا صوره مبسطه كده هيبقى عندنا هنا في الهيد والنك 200، هيبقى عندي في الهيد والنك 200، وفي في الابدومين 200، وبرضو عندي في الشيست 100، بالنسبة للليمف نود بيبقى عندنا حوالي 600 ليمف نود في الجسم كله، بيبقوا متوزعين في 200 في الهيد والنك، وفي 100 في الشيست، وبيبقى برضو في 200 في الأبدومين. أما بالنسبة للجروين إريا والأكزيلا فكل واحدة فيهم بتبقى عبارة عن 50. دول حوالي 600 ليمف نود بيبقوا وظيفتهم ان يعملوا فلتريشن للليمف مع الاميونيتي فانكشن بتاعتها. يبقى 200 و100 و200، وبعد كده في الاجزيلا والجروين كل واحده حوالي 50. امتى نقول على ليمف نود سيجنيفيكانت؟ كسيجنيفيكانت للماليجنس بعيد عن الانفلاميشن، اقدر اخاف امتى من الليمف نود؟ لو انا عندي الليمف نود حجمها بقى اكبر، حجمها اكبر من 2 سنتي، او بقت هارد وانت بتعمل لها كلينيكال اكزامينيشن. طبعا الكلام ده لا ينطبق على الليفت سوبر كلاف ليمف نود، ودي اللي بنعتبرها سيجنيفيكانت للجي اي تي تيومرز لو لقيناها باي سايز او اي كونسستنس، مش لازم هارد او مش لازم تبقى 2 سم. طبعا بيتسميها الفيركاو ليمف نود، وتبدأ سيجنيفيكانت او انديكيتورز لجي اي تي تيومر سواء استومك او بنكرياس او غيره. من اهم الليمف نود اللي بتهمنا اللي هي البرا اورتك ليمف نود. البرا اورتك ليمف نود لو لقيناها كبيره لازم اكسكلود ان العيان عنده ليمفوما او عنده تستيكولار تيومرز، لان التستس رغم ان هي بره الابدومين بس الاوريجين بتاعها بيبقى انتر ابدومينال والبلاد سبلاي بتاعها من الاورتك. لذلك اي ليمفاتيك درينج ليها هيبقى برا اورتك. مالجنانت ميلانوما برضو من الديزيز اللي بتعمل سبريد للبرا اورتك ليمف نود مع كل الجي اي تي تيومرز. يعني كل الجي اي تي تيومرز سواء استومك بانكرياس حتى الكيدني، كل التيومرز ديت بتعمل سبريد للبارا اورتك ليمف نود. البارا اورتك ليمف نود طبعا عليها ديبيت كتير كجراحه، هي بالنسبه لنا كاونكولوجي سيرجري تقريبا بنعتبرها ان هي ستيج 4. مش كل المدارس كده، المدرسة اليابانية ممكن تقدر انها تعمل جراحة لعيان مثلا كانسر بانكرياس وعنده برا اورتك ليمف نود، تقدر ان هي تخش تشيل تيوبر وتعمل راديكال لمفادينكتومي للليمفاتيك نودز كلها بتاع الاورت. طبعا الكلام ده في مدارس تانية بترفضه زي المدرسة البريطانية والامريكية، بالنسبه لهم ان العيان اللي بره اورتك ليمف نود ده خلاص حصل سبريد ليها، ده بالنسبه لهم ستيج 4، الجراحه مش هتعمل معاه حاجه. لكن اليابانيين الكوريين برضو وجد ان هو الاستاتستكس ان السرفايفل بتاع البيشنت بيتحسن اما بيشيلوا البرا اورتك ليمف نود ويشيلوا التيومر كمان. طبعا هو بيبقى مور موربيديتي ومور مورتاليتي على البيشنت، بس ستيل
ليهم برضو ستادز محترمة، والقرى في العالم كلها دلوقتي تقريبا إن هي بدأت تمشي اتجاه المدرسة ديت اللي هم يشيلوا مع الكيمو والراديو ثيرابي. عشان ما ننتوش برضو من الموضوع بتاعنا، احنا تطرقنا للموضوع ده عشان البارا اورتيك لينف نود مهمة، لو لقيتها في اي سي تي وانت في الحياة الاكلينيك لازم تستبعد الليمفوما او التستيكولار تيومر، تعمل لها اكزامينيشن، او انها تكون في مالجننت ميلانوما في السكين وعاملة سبريد ليها، او كل الجي اي تي تيومرز. الليمفاتيك درينج اوف ذا سكين، بنقسم الجسم بخط في المنتصف في الميد لاين، وفي خط عند الكلافيكل وخط عند الامبلايكس. اي انفكشن في السكين فوق الخط بتاع الكلافيكل دوت سواء رايت او ليفت هتدرين في السيرفايكال ليمف نود، واي انفكشن بتوين الخط اللي عند الكلافيكل والخط اللي عند الامبلايكس هتروح للاكزيلاري، وتحت الخط بتاع الامبلايكس اي انفكشن هتروح انجوينال سواء رايت او ليفت. المايكرو اناتوم بتاع الليمف نود، عندنا جزء اللي هو الميدلا دوت، وده اللي بيبقى داخل في الارتري والفين، وده بيحتوي على البي ليمفوسايت، هو والكورتكس اللي احنا شايفين الليمفويد فوليكلز اللي فيه دي. يبقى ده كله كورتكس اهوت، برضو فيه ليمفويد فوليكل وفيها البي ليمفوسايت. هيبقى لنا زون في النص بنسميه البري كورتكس قبل الكورتكس، اللي هو الازرق اللي انا بشاور عليه ده، ده بيبقى فيه التي ليمفوسايت، وبالتالي الميدلا مع الكورتكس عشان فيهم البي ليمفوسايت بيبقوا مسؤولين على الهيومرال اميونيتي زي ما احنا شايفين كده. لكن البري كورتكس اللي هو الزون اللي بتوين الكورتكس والميدلا بيبقى فيه تي لينفوسايت، عشان كده بيبقى مسؤول عن السيل ميديتد اميونيتي. الفانكشنز اوف ذا ليمفاتيك، قلنا الماكرو مولكيولز زي الالبيومين وكل الجلوبولينز والفايبرينوجين، والميكروبز بيتعمل لها انفلتريشن وتصب في الفينوس سيستم، بجانب انها تنساش ان الليمفاتيك درينج بتاع الجي تي بياخد الفات كله اللي بينزل الجي تي سواء كوليسترول او فاتي اسيد، حتى الفات سوليبل فيتامينز كلها بتروح على الليمفاتيك سيستم لانها بتباي باس الليفر، مش بتروح عن طريق الليفر. وبالتالي كل الفات اللي بناخده بالتريجلسرايد بالكوليسترول كله بيروح الفينوس سيركيوليشن عن طريق الليمفاتيك سيستم مش عن طريق الليفر، وده اللي بيتسبب لنا في بعض حالات الجراحة بعد الجي تي سيرجري، ممكن نعور الليمفاتيك فيزلز دي او السيسترنا تايلي او السواسك ده، حتى لو اتعورت بتعمل لنا حاجة اسمها القيل ليك، هنتطرق ليها في الليمف دي. يبقى انا وظيفة الليمفاتيكس ثلاث حاجات: فلتريشن للليمف، وإميونيتي للميكروبز، وابزوربشن للفات اللي بينزل الجي تي. هناخد اول موضوع معانا وهو الانفلاميشن في الليمفاتيك فيزلز، بنسميها ليمفانجايتس، او في الليمف نود هنسميها ليمفادينايتس. طبعا اشهر تو اورجانيزم اللي بيبقوا موجودين اصلا على السكين هو الستاف والستريب، لذلك لما نستخدم انتي بايوتيك هنستخدم انتي ستاف وانتي ستريب. البريدسبوزنج فاكتورز، غالبا العيانين اللي عندهم ليمفيديما او اليفانتيزيس بيبقوا ريسكي اكتر ان يحصل عندهم ريكارنت ليمفانجايتس، برضه لو حصل مينور تروما زي ما احنا شايفين في الصوره دي كده متعور في الفينجر اهوت، بدأ يظهر عنده ستريك لاين خط احمر بطول الليمفاتيك رايح لحد الاجزله، برضه شايفين اهو في الصوره دي واضح جدا اهوت. يبقى ده الكلينيكال بريزنتيشن، عباره عن تندر ريد لاين بيدرين ماشي مع الليمفاتيك درينج لحد الاريا اللي هيعمل درينج كليمف نود ليها، برضو ممكن يبريزنت بصورة زي السيلولايت زي ما احنا شايفين في الصورة دي. طيب هتميزه ازاي عن السيلولايت؟ قالك انت لو ضغطت بصباعك عملت بريجر هيحصل بلانشنج، هتلاقي وايت كلر هنا، لكن ده ما بيحصلش في السيلولايت. لو حصل لينفادينايتس في الليمف نود هتلاقي ريد وتندر وهوت، وممكن تكمبليكيت بابسس زي ما احنا شايفين في الصورة دي. طيب ايه الكومبليكيشن بتاعت اللي ممكن تحصل؟ قلنا ابسس ممكن يتعمل في الليمف نود، وفي الحاله دي لازم اعمل له درينج. لو عيان امنو كومبرومايز ممكن يخش في سيبتيميا. لو حصل الموضوع بصوره ريكارنت انفلاميشن في الليمفاتيك فيزلز هيحصل لها اوبليتريشن وفيبروزس بعد كده، وتبقى سبب من اسباب الليمف دي. طبعا الانفستيجيشن بتاعتي لازم اكسكلود ان البيشنت ده عن ديابيتك، هعمل سي بي سي هلاقي تي ال سي كاونت عالي،
لازم اعمل الترا ساوند اكسكلود ان في بوكيت اوف بص موجوده تحت الجلد محتاجه درينج، ولازم برضو اعمل دوبلر عشان اكسكلود الدي في تي. ليه الدي في تي؟ لان الدي في تي والسيلولايتس هما الاثنين يعتبروا الديفرنشال دايجنوزيس للليمفانجايتس اللي بتحصل عندنا. طبعا العلاج بتاعنا بيبقى قريب جدا من علاج السوبرفيشال ثرومبوفلوبايتس اللي اخدناه في الفينس سيستم، هو الليمب اليفيشن وكان مدات خلاط رصاص، وبندي انتي بايوتيك انتي ستاف زي الاوكساسيلين والكلوكساسيلين والدايكلوكساسيلين، اي حاجه اوكساسيلين بتبقى انتي ستاف، وبندي انتي ستريب اللي هي البنسلينز والمجموعات بتاعه البنسلين، بندي برضو النون ستيرويدال كانتي انفلاماتوري دراج. طبعا لو حصل ابس زي ما قلنا في الصوره دي كده لازم بنعمل درينج، لو حصل سيفير انفلاميشن بصوره زي السيلولايتس لازم بنعمل برضو ديبرايدمنت انسيجن، وممكن لو دخل في كومبارتمنتال سندروم نحتاج ان احنا نعمل فاشل. تاني درس اللي هو الليمفيديما. الليمفيديما درس مهم ويمكن اشهر درس او اهم درس بالنسبه لنا احنا كجراحه في الليمفاتيك سيستم. بدايه يعني ايه ليمفيديما؟ يعني ليمف تكون تحت الجلد عندنا في تحت السكين والسبكوتينيوس تيشو. ايه اسبابها؟ قال لك بنقسمها احنا برايمري وسكندري. برايمري بدون سبب معروف، وسكندري ليه اسباب هنعرف. البرايمري بيتقسم اكوردنج للاسوسيشن واكوردنج للانست واكوردنج للباثولوجي. اكوردنج للاسوسيشن يعني ايه؟ يعني هو معاه سندروم ولا لا، لان بنلاقي ان في حالات كتير زي الترنر والداون والكليبل تناون سندروم، الثلاث سندرومات دول كومون ان يبقى معاهم ليمفيديما، بعكس حالات تانية بتبقى سبرادك نان سندروماتيك ما معاش أي سندروم. بمعنى إن عيان الداون كومن إن تلاقي عنده ليمفيديما، عيان الترنر كومن إن تلاقي عنده ليمفيديما. أمال إيه الكليبل سندروم ديت؟ الكليبل سندروم دي أخدناها في الفينس سيستم، لأن قلنا العيان بيبقى عنده فاريكوز فين، أخدناها مع الإي في فيستولا، لأن قلنا برضو البيشنت بيبقى معاه كونجينيتال إي في فيستولا، قلنا خدناها برضو مع الاي في مال فورميشن لان البيشنت بيبقى عنده هيمانجيوم. طبعا الثلاثه دول لو انت بصيت هتلاقيهم موجودين في الثلاث صور اللي انا جايبهم لك دول. دي طبعا بتحصل كونجينيتال، ادي البيشنت عنده يونيلاترال جايجانتيزم في لمب واحد، والهيمانجيوما موجوده اهيت، هي اللي باللون الاحمر دي هيمانجيوما واخده اللمب كله. ولو ركزنا في الصوره دي هنلاقي الفاريكوز فين موجوده برضو معايا واضحه هنا. يبقى انا عندي سندروماتيك سواء ترنر او داون او كليبل سندروم او نان سندروماتيك. ثاني حاجه اكوردنج للانست، هي ظهرت امتى؟ لو ظهرت اقل من سنتين بنسميها ليمفيديما كونجينيتال، ودي نسبتها 10%. لو من سنتين ل 35 سنه وده الموست كومون، لان معظم الحالات بتبريزنت حوالي 80% من الحالات بيبريزنت في السن دوت، بنسميها الليمفيديما باريكوبس. بعد كده لو ظهرت بعد 35 سنه بنسميها الليمفيديما طاردة، ودي حوالي 10% برضو زي الليمفيديما كونجنيتال. يبقى انا اشهر حاجه عندي او اشهر ايدج بتيجي فيه ده بالنسبه للبرايمري، اشهر ايدج بتبقى من سنتين لحد 35 وبنسميها الباري كوكس، لكن اللي اقل من سنتين بنسميها كونجنيتال ودي نسبتهم 10%، واللي اكتر من 35 سنه بنسميها ليمفيديما طاردة ودي بنسميها نسبتها بتبقى 10%. ثالث كلاسيفيكيشن اكوردنج للباثولوجي، واشهر باثولوجي بيبقى موجود ان بنلاقي فيه هايبوبليزيا في النمبر بتاع الليمفاتيك فيزلز، برضو في نسبه حوالي 15% ما بيبقاش اصلا موجود او اتكونت بتبقى فيه ابليزيا، واخر حاجه ان بيبقى عندنا هايبربليزيا، وده بينتج ان بيخلي فيه كونجيشن في الليمفاتيك، يعني ممكن الليمفاتيك فيزلز اصلا تتكون بعدد قليل وده الموست كومون، او ما تتكونش خالص او تتكون بصوره كبيره مبالغ فيها، وبالتالي بيحصل كونجيشن في الليمفاتكس وما تقدرش تقوم بالوظيفه بتاعتها، لذلك بنسميها الفاريكوز الفاريكوز ليمفاتكس. اسباب السكندري ليمفيديما التروما، لو واحد حصل تروما في اي ليمب ممكن يحصل اوبليتريشن وفايبروزس للليمفاتيك فيزلز، بنشوفها بعد حالات الجراحه زي الانجوينال والاكزيلري سيرجري. لو انت عملت دايسكشن للانجوينال او الاكزيلري اريا سواء كانسر بريست وبتعمل موديفايد راديكال، ممكن تدخل البيشنت من المانيبيوليشن بتاعك بتدخله في ليمفيديما في الابر ليمب، او لو عيان عنده ليمف نود في الانجوينال اريا او بتعمل اي عمليه في الانجوينال اريا وبوظت الليمفاتيك سيستم ممكن تدخل العيان بسهوله في ليمفيديما. طبعا كومون جدا في البلاد الافريقيه موضوع الفلارييز، وده هناخده باستفاضه،
بعد كده التي بي، لان التي بي بيعمل ماتنج وسيفير انفلاميشن في الليمف نود، وبرضه بيعمل لها اوبليتريشن. لو انا عندي تيومر وبعت ليمف نود بتبقى هارد وفيكسد، مالجنانت تيومر بتبقى هارد وفيكسد، وده برضه بيقفل الليمفاتيك درينج. اخر حاجه العيانين اللي بياخدوا راديشن في حته جنب الانجوينال او الاكزيلاري اريا، زي عيانين الكانسر بريست في الاكزيلا او الكانسر سكروتم في الانجوينال اريا، بياخدوا راديو سيرابي عنيف في الحته دي، وممكن يعمل فايبروزس وابليكيشن للليمفاتيك فيزل. الفيلاريزس البارازايت هو الوسريه بنكروفتي. اللايف سايكل بتاعتنا الكلام ده مش علينا، هناخده بس باختصار حتى ما بيجيش ام سي كيو، بس نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. بيبقى عندنا المايكروفيلاريا دي في البيشنت اللي كارير للمايكروفيلاريا في الدم بتاعه، بتيجي موسكيتو بنسميها الكوليكس وهي بتبقى في ميل، بتعمل بايت للبيشنت دوت وتمص المايكروفيلاريا اللي بدورها بتخترق الاستومك بتاع الموسكيتو، وبتروح لحد الماسلز بتاع السوركس بتاعتها وتكبر وتكون اللارفا. اللارفا دي بتبقى انفكتد بالنسبه لنا مع اي عضه من الموسكيتو دي للانسان تاني، بتقدر تدخل اللارفا ديت اللي بتوصل لحد الليمف نود في الهيومن، وتبتدي يحصل لها جروس لحد ما تكون ميل وفيميل. الميل والفيميل دول بيحصل لهم ماتنج وبيبتدوا يكونوا كمية ألافات من المايكروفيلاريا، تقريبا بيوصلوا ل50,000 مايكروفيلاريا في اليوم. طبعا المايكروفيلاريا العنيفة دي هتعمل انفلاميشن في الليمفاتيك بيزلز في صورة الليمفانجايتس، وفي الليمف نود في صورة ليمفادينايتس، ومع الريكرنت انفكشن وريكرنت انفكشن يبتدي يحصل فيبروزس وابليتريشن للليمفاتيك فيزلز، وتبتدي تكون الاليفانتيزس بالصورة اللي هنشوفها بعد كده. طبعا مع دخول اللارفا الجسم هيبتدي يحصل اكيوت سيمبتومز عامل زي الفيفر، برضه بتفرز كمية هيستامين كبيرة، هتعمل ارتكاليا وبرورايتس واتشنج وبرونكوس بازم. لو عملت سي بي سي للبيشنت في المرحلة دي هتلاقي عنده ليزنوفيليا عالية جدا. كديزيز كورونيك زي ما قلنا بعد كده بتخش في لمفادينايتس والمفادينايتس وبقيت كل الكمبليكيشنز اللي هناخدها مع الكمبليكيشنز بتاع الليمفيديما. أشهر أماكن بيحصل فيها الليمفيديما هي اللور ليمب، ودي بتيجي ام سي كيو كموست كومون بارت للليمفيديما. الأبر ليمب ممكن يحصل فيه، السكروتم والبينس ممكن يحصل فيهم، ودي صور اهي صور للرامز هونس بينس، ده البينس اللي بيجي في الليمفيديما بنسميه بالاسم ده رامز هونس بينس. أو ممكن تحصل في البريست، وفي الحالة دي بتعمل ماكرو اللارجمنت في البريست، بنحتاج ان احنا نعمل ريدكشن للسايز بتاع البريست عن طريق ريدكشن ماموبلاستي. ممكن برضو تيجي في الليبيا ميجورا والابر ايليد، بس الاماكن دي فيري ري. الباثولوجي بتاعنا زي ما قلنا ريكارنت لينفانجايتس والليمفادينايتس، هيعمل فايبروزس وابليتريشن للليمفاتيك فيزلز ويقفلها، وبالتالي الليمفا هيترسب في اللور ليمب. في البدايه هيعمل لنا ايديما، هتبقى بيتنج زي ما احنا شايفين بالصوره دي كده، مكان صواب ومعلم اهو، بعد كده هتبقى نون بيتنج لان الفايبروبلاست بتبتدي تترسب هنا هي والكولاجين، وبيعملوا سيفير فايبروزس في اللور ليمب. مع السيفير فايبروزس اللي في اللور ليمب هيبتدي يحصل لنا كراكس وفيشر زي ما احنا شايفين هنا، ويبتدي يحصل ألسرز، وبتبقى نون هيلد ألسر وكومبليكيتد ومش بتلم بسهولة، والبيشنت يخش في بقية الدايليما اللي بنخش فيها، والمنظر ده اللي بنسميه الإليفانتيز اللي هي قدم الفيل. طبعا الموضوع ده بيعمل سيفير سايكولوجيكال بيردن على البيشنت، لدرجة إن في بيشنت كتير بيختاروا حل الأمبيوتيشن عشان يتخلصوا من السايكولوجيكال بيردن ده، وفي حالات اتسجلت كسوسايد الأتاك للناس دي. برانر عمل جريدنج للليمفيديما اللي قلنا عليه، اللي هو في البداية بتبقى بيتنج إديما، بعد كده نون بيتنج إديما نتيجة للكولاجين والفايبروبلاست، بعد كده بتبقى بيحصل الريفيرسبل سكين تشينجز زي الالسريشن والفيشرز والبابيلي اللي بتبتدي تديني الإليفانتيزز بالصورة المعهودة. كديفرنشال دايجنوزيس هتخش مع اي سبب للإديمة، سواء جنرالايزد او لوكالايزد كوز للإديمة. اللي يهمني
ان عندي حاجه اسمها اللايبيديما او اللايبودوزيس، ده بتلاقي فيه في ميل بتيجي عند سن البلوغ، بيبتدي يحصل عندها اللارجمنت في المنطقه بتاع الباتوك والترانك والابر ثاي، لكن رجليها من تحت بتبقى نورمال، وده نتيجه ان بيحصل ترسب لكميه كبيره جدا من الفات تحت الجلد. ودي بتهمنا جدا ان نميزها عن الليمفيديما باري كوكس اللي بتحصل بعد سن سنتين لحد 35 سنة. طبعا اللي بتشخيص او الفرق اللي بنفرق بيه ان احنا بنعمل ام ار اي في الحالات دي، بنلاقي فات بس في الكات سيكشن، هنلاقي فات بس بدون اي ليمف مترسب موجود، بعكس حالات الليمفيديما بتلاقي ليمف، كمية ليمف وفلويد كبيرة جدا تحت الجلد. يبقى الام ار اي هو اللي هيقدر يدفرنشيت بين الليمفيديما و اللايبيديما. كانفستيجيشن هنعمل بلاد سمير، بناخدها بالذات بالليل لان المايكروفيلاريا بتبقى في البلاد اكتر بالليل، وممكن ناخد ليمف نود بايوبسي نشخص بيها البيشنت. قلنا لو عملنا سي بي سي هنلاقي زنوفيليا، كانوا بيستخدموا زمان حاجه اسمها الديك بروفوكيشن تيست. الديك ده العلاج اللي بيستخدم لو داي اسايل كاربامازين سيتريت، ده اللي بيستخدم كعلاج لقتل المايكروفيلاريا، كانوا بيستخدموه كبروفوكيشن عشان الميكروفيلاريا تظهر في البلد دي لو السمير طلعت نيجاتيف. ممكن برضو بيستخدموا السكين تيست كالرجين تيست بالانتيجين بتاع الميكروفيلاريا. كانوا زمان بيستخدموا بيعملوا رسم للليمفاتيك فيزلز بنسميه الليمفانجيوجرافي بموداليتيز كتير بسنتيجرافي واندوساينين جرين. الكلام ده لا يستخدم الان وما بيتعملش دلوقتي لان السي تي والام ار اي طلعوا كموداليتيز و نيو انفستيجيشن بتقدر تغنيني عن الكلام ده كله. دي طبعا صوره هي الليمفانجيوجرافي تصوير وعائي، ودي بتبقى انفيزيف بقسطره زي تصوير الفينوجرافي والارتريوجرافي. الاندوساينين جرين طالع جديد وليه رول في الايرا كبير، مش على تصوير الاوعيه الدمويه لا، بيصور معظم بنستخدمه في حالات كتير في الجي اي تي زي البيلاري سيستم، ودخل بصوره كبيره جدا دلوقتي في الريسكشن بتاع معظم التيومرز بتاع الليفر وتيومرز البنكرياس والليمفاتيك درينج بتاع المالجننت تيومرز عموما بتاع الجي اي تي. مش عليك الكلام دوت، اعرف بس ان ممكن يجي لك ام سي كيو كتريك او تيبس يختبرك هل الليمفانجيوجرافي بيتعمل دلوقتي ما بقاش يتعمل بسبب السي تي والام ار اي اللي طلعوا جديد. الكومبليكيشن زي ما قلنا بيحصل سيكننج في السكن، بيحصل عندي برضو ممكن ابسس، بيحصل ريكارنت سيلولايتس، وبيحصل السرز وبتبقى نون هيلينج، وممكن البيشنت يخش في سيبتسيميا. كل دي مشاكل انفكشن بتحصل عندي. اللي يهمني لو حصل عندي كونجيشن في ليمفاتيك فيزل وبدا يبقى ترشوس ومليان ليمف، بنسميه ليمفاتيك فاريكس، بيبقى شبه الفاريكوس فين بس مليان ليمف، ده ممكن يرابشر بسهوله. لو رابشر في الكدني هينزل لي قيل، والقيل دوت بنسميه قيل يوريا. القيل ده بيبقى ميلكي كلر شبه اللبن بالظبط كده، لانه بيبقى مليان فات وترايجلسرايد. فممكن ترابشر في الكدني تعمل لي قيل في اليورين، ممكن ترابشر ريتروبروتينيا اللي تعمل سيفير فايبروزيس ورا البروتينيوم وده ممكن يقفل اليوريتر، ممكن ترابشر في الانتستين وتعمل لي دايارية في صوره قيل، ممكن ترابشر في البلورا وتعمل لي قايل كايلوثوركس، ممكن ترابشر في البريتون وتعمل لي كايلس اسايتس. كل دي كومبليكيشن نتيجه لليمفاتيك فاريكس رابشر وهو مليان ليمف او قايل. طبعا اخطر كومبليكيشن بخاف منه واخر كومبليكيشن وخليته للاخر عشان نفهمه، خدوها ببساطة كده، إن أي بيشنت بيبريزنت بليمفيديما لزيادة عن 5 سنين بيبقى ريسك إن يحصل عنده ليمفانجيو ساركوما، وده بيبقى نتيجة للإنفلاميشن والريكارنت إنفكشن والإريتيشن اللي بيحصل باستمرار. العالم اللي اكتشف حاجة زي كده كان ستيوارت، لذلك سموها ستيوارت سندروم، يعني ليمفانجيو ساركوما كومبليكيت اللونج ستاندنج ليمفيديما. طبعا بتبقى بريزنتد بتندر نوديول زي ما احنا شايفين كده، الرجل مليانه نوديولز اهيت، ودي اللي بتعرفنا على طول ان البيشنت سسبيشس انه دخل في الليمفانجيو ساركوما. بنشوفها في حالات كتير زي حالات الليمفيديما اللي بتبريزنت بالليمفيديما في الابر ليمب بعد الموديفايد راديكال ماستكتومي للبريست. لو احنا عملنا حاجه في الاكزيلا
اثناء الدايسكشن وحصل فيبروزس، او من الراديو سيرابي اللي البيشنت اخذته بعد الكانسر بريست، بتخش في الامفيديما في الابر ليمب. الامفيديما في الابر ليمب بعد 5 سنين بتبقى ريسك جدا انها تخش في الامفانجيو ساركوما، عباره عن نوديولز بتبتدي تظهر فيه. التريتمنت بتاعنا بيتكون من 3 حاجات، كونسرفيتيف وفي شويه دراجز والسيرجري بتاعتنا، ودي الاهم. الكونسرفيتيف مانجمنت بتاعنا بيتكون من بروتوكول معين بيتعمل بيه حركات منتظمه ومعينه، بيتعمل في سنترز قليله على مستوى العالم، مش كل الناس بتقدر تعمل العلاج ده. بيعملوا مانيوال مساج ودرينج بصوره معينه، ان هم يقدروا يعملوا شويه درينج للليمف اللي مترصف تحت الجلد بصوره كبيره. طبعا بعد الموضوع دوت بيدخلوا البيشنت في بروجرام اكسرسايز معين وبيلبسوه شراب دوالي بعدها. طبعا يهمني جدا الكير بتاع الفوت، فاي عين عنده ليمفيديما اللي هي نفس القواعد بتاعتنا، لازم تبقى دراي ويحافظ على نفسه من الفانجل انفكشن، ولازم بنحاول ننزل نعمل ويت ريدكشن، ننزل في الوزن شويه وما يقفش لمسافات لوقت كبير، ما يشيلش حاجه تقيله، بنافويد التروما والانفكشن قدر الامكان. كل دي بريكوشنز بنعملها، زي برضو نفس المانجمنت او نفس الكير بتاع الدايبيتك فوت اللي خدناه مع الدرينج والاكسرسايز والالاستيك ستوكينج اللي هو شراب الدوالي اللي بتلبسه. ده بيمثل الكونسرفتيف مانجمنت بتاعنا. في شويه دراجز كانوا بيستخدموها زي الديوريتك، كانوا بيستخدموها زمان بحجه ان هي تساعد على الدرينج بتاع الليمفاتكس. طبعا الكلام ده كلام خزعبلات ومفيش اي ستادي ومش ايفيدنس بيزد ميديسين وما اتثبتش خالص، لذلك هو كونتروفيرز ستيل، في ناس بتستخدمه كاكسبيرينس ان هو في دماغهم ان ده بيحسن الدنيا شويه، لكن ده نوت ايفيدنس بيزد ميديسن. عندنا البنزو بايرونز، دي بتستخدم كبروتيوليتيك ايجنت، انها بتزود البروتيولايزس في البروتين والكولاجين اللي مترسب تحت الجلد، وبتساعد على الدرينج بتاع الليمف اللي موجود. طبعا الانتي بيوتيك اللي هنستخدم قلنا انتي ستاف اللي هو مجموعه الاوكساسيلين كلها، والانتي ستريبت زي اللونج اكتنج بنسلين. الدي اي سي اللي قلنا عليه اللي هو الداي اسايل كاربامازين سيتريت، بنستخدمه لمده 3 اسابيع لو البيشنت في اكتيف انفكشن عشان نقتل اي مايكروفيلاريا موجوده او اي لارفا موجوده. اللي عايزك تعرفه ان الدايوريتك خلاص اوبسوليت، ما بقاش حد يستخدمها. وتاني حاجه تعرفها ان النون استرويد لو البيشنت تحتاج اي انالجيزك، اياك تستخدم اي حاجه من الجروب بتاع النون استرويد. ممكن تستخدم الجروب بتاعه الباراسيتامول والبريجابالين والجابابنتين، لكن ما تستخدمش النون استرويد الانتي انفلاماتوري دراجز، لانهم وجدوا انها بتعمل سيفير كومبليكيشن وهو النكروتايزنج فاشيايتس. وطبعا النكروتايزنج فاشيايتس دي لعنه غالبا هترسب البيشنت نعمل بي امبيوتيشن. بعد كده في شويه كريمات بتستخدمها كسكين كير زي الايموليانت المرطبات والاسترويد والساليسيليك اسيد، بتعمل بي كراتولايزس. وممكن تستخدم لو في فانجل انفكشن وداخل في اسلت فوت، ممكن تستخدم الكلوتريمازول كأنتيفانج. الجراحة بتاعتنا اللي تهمنا عندنا 4 أنواع من الجراحات، ناخد آخرهم كده ونخلص منه اللي هو الأمبيوتيشن. أنا بستخدم الأمبيوتيشن لو البيشنت عنده سيفير كوموربيديتي ومش بيقدر يتحرك من الماسيف الليمفيديما اللي موجودة زي الحالة دي كده مثلا. لو عملنا عليها زوم هتلاقي البيشنت طبعا مش قادر يتحرك من رجله ومخليها هانديكابت وموقفه اللايف ستايل بتاعه، بالتالي الحل الوحيد هنا الامبيوتيشن. ناخد بعد كده الـ3 حلول بتوعنا. اول حاجه او اول تايب من الجراحات اللي بتتعمل هنا في الليمفيديما بنسميها اكسجينال تايب سيرجري، ان احنا بنحاول نشيل الجزء اللي فيه الليمفيديما عباره عن سكين وسبكتينوس تيشو بنحاول نشيله. تاني تايب ان احنا بنعمل كوميونيكيشن بتوين السوبرفيشال والديب سيستم، وده فيسيولوجيكال طبعا احنا بنحاول نعمله. ثالث نوع ان احنا بنحاول نوصل بتوين السوبرفيشال والديب زي الفيسيولوجيكال، وبنعمل معاها اكسجين زي الاكسجينال تايب. يبقى انا اما بعمل اكسجينال او اما بعمل فيسيولوجيكال او بعمل عمليه بتجمع الاثنين مع بعض. ناخد في البدايه كده اول عمليتين بتوع الاكسجينال، هو التشارلز اوبريشن، والتشارلز ده اول واحد اكتشف العمليه دي وستيل بتتعمل صوره كبيره جدا، ودي الموست اكسبتد سيرجري في العالم كله دلوقتي اللي هي التشارلز اوبريشن، وبتجيب نتائج كويسه جدا عن بقيه العمليات. وهي باختصار انه جاب ادي لو احنا شايفين اهو، جاب بيشنت عنده الليمفيديما في رجله اهي في رجل الشمال، قام جاي شال السكن والسبكتينيوس تيشو اللي فيه الليمفيديما،
عمل ريدكشن للسايز بتاع الليمب اهوت وشال الجزء الديزيز، كل اللي باقي ده هيلسي، وبيقوم جايب جرافت من الجسم بيغطي بيها الحته الرؤيه دي بحاله. طبعا كانت مشكله الموضوع ده انه يلاقي جرافت من الجسم تغطي الحته الكبيره دي بتاع الليمب كله. فجي بعد كده هومان ده كان عالم، قال لك انا ممكن اسيب جزء من الستيم ما فيهوش اغطي بيه الحته اللي بقى ترو اريا في الموضوع ده. فهل هومان اريا برضو بيشيل الجزء الديزيز اللي تحت الجلد بس بيسيب جزء من الابيديرمس كجرافت يغطي بيه الرو اريا بعد العمليه؟ يبقى الاكسجينال هي تشارلز اوبريشن وهومانز اوبريشن. العمليات الفسيولوجيكال ان هو حاول يوصل الليمف نود يوصلها على الفينوس سيستم، او حاول يوصل الليمفاتيك فيزل على الفينوس سيستم. يبقى هو يا اما يوصل الليمفاتيك فيزل على الفينوس سيركيوليشن، يا اما يوصل الليمف نود، او بداوا يفكروا يجيبوا جزء غني بالليمفاتيكس ويحطوه كتانل تحت الجلد بحيث يعمل او يقدر يخلق ليمفاتيك فيزلز جديده، بيعمل حاجه بنسميها الليمفانجيوجينيسيس، انه يخلق ليمفاتيك فيزلز جديده تقدر بدورها ان هي تابزورب الليمف اللي موجود. فجابوا حته من الاومنتم الجريتر اومنتم في البطن وسميناها الاومنتوبلاستي، وشرحناها في شابتر الفينوس سيستم، وهي عباره ان بيجي على الرجل بيقوم عامل فيها تانل وبيحط جزء من الجريتر اومنتم بالبيديكل بتاعته عشان ما يحصلش اسكيميا، فبيجيبه بالفاسكولار بيديكل بتاعته ويعمل له تانلنج في الجزء ده. طبعا هو غني بالليمفاتيك وبيقدر يخلق ليمفاتيك فيزلز كتيره ويعمل درينج للليمف اللي مترسب ومتجمع بصوره كبيره تحت الجلد. اخر نوع من الفسيولوجيكال ان هو راح جاب جزء من الاليوم زي ما احنا شايفين برضو بالبيديكل بتاعته الفاسكولار بيديكل بتاعته، وقام جاي فتحه بالصوره دي كده، ما بيفتحوا طبعا الميكوزا بتاعته مليانه ليمفاتكس، وبالتالي لو عمل تانلينج وحشر الميكوزا بتاعت الاليوم ديت حطها تحت السكين والسبكوتينيوس تيشو يقدر يخلق بيها ليمفاتيك فيزلز كتير. يبقى هو الفسيولوجيكال النودو فينس اللي هو وصل لينف نود على الفينس سيركيوليشن، او لينفو فينس وصل لينفاتيك فيزل، او اليال ميكوزال باتش زي ما قلنا جزء من الاليوم، او اومنتوبلاستي اومنتوبلاستي جزء من الجريتر اومنت. اخر نوع اللي هو كومبايند، بنعمل اكسجن وبنوصل بتوين السوبرفيشال والديب اللي هو السيسترانك اوبريشن والسومسون اوبريشن. السيسترانك اوبريشن ان هو قدر يعمل زي تشارلز بالظبط، هي نفس عمليه تشارلز بس بعد ما شال قام جاي فاتح فتحات في الديب فاشيا، فتحات الديب فاشيا دي بتوصل السوبرفيشال بالديب لينفاتكس وبتقدر تابزورب الليمف اللي موجود، ودي سميناها السيسترانك اوبريشن للعالم اللي عمل العمليه. طبعا عندنا عمليه ثانيه بنسميها في الثيرويد بنفس الاسم سيسترانك اوبريشن. السيسترانك اوبريشن في الثيرويد اتكلمنا عنها في شابتر الثيرويد اللي بنعملها للثيروجلوسال فيستولا والثيروجلوسال تراك والثيروجلوسال سيست. السيسترانك اوبريشن زي ما قلنا ان احنا هي اللي تشارلز بس بيفتح انسيجن في الديب فاشي عشان يقدر يوصل للديب لينفاتكس. سولسون دوت اللي هي بنسميها سويس رول اوبريشن، هي من اسمها عمل رولينج لجزء من بعد ما شال قام جايب جزء من الابيديرمس ما شالوش، سوري جاب جزء من السكن عمل شيفنج للابيديرمس عشان ما فيهوش اصلا لينفاتيك، وقام واخد الديرمس عامل له رولنج وتانلينج بتوين الماسلز او الاجزاء اللي بقى ترو اريا. يعني سويس رول عشان ما تتلخبطش، هو شال برضو زي تشارلز بس جاب جزء من السكن مليان لمفاتكس بعد ما شال الابيديرمس اللي ما فيهوش لمفاتكس، جاب الديرمس وحطه بتوين المصل عشان يقدر يخلق لمفاتك فيزلز جديده كتيره ويقدر يعمل لمفانجيوجينيسيس. يعني هي فكره سويس رول برضو انه قدر يعمل زي تشارلز بس جاب حاجه زي الاومنتم وزي الاليوم اللي فيها لمفاتكس، فقال لك ما اجيب السكين بدل السكين عندي الديرما البارت بتاعه فيه لمفاتكس كتيره اشيل الابيديرمس واستخدم الديرمس اعمل له تانلنج معايا. واخر حاجه قلنا عليها الامبيوتيشن. كده الحمد لله قدرنا نخلص الليمفديما. طبعا الكلام انا بقوله بسرعه وبشرح سريع جدا لان التركات اللي عليكم في شابتر الليمفديما قليله جدا، والجزء اللي هيجي لكم سواء ريتنا او ام سي كيو قليل جدا وبنقوله في وسط الشرح. هنبتدي بعد كده ناخد الليمفوما. الليمفوما مهمه بالنسبه لنا كحتت وتركات
هقولها لكم وناخد بالنا منها بحيث لو جت ام سي كيو او حاجه. طبعا الليمفوما ما بقتش شغل جراحه دلوقتي الا على قد لو هناخد بايوبسي ولا حاجه عشان تتحلل او نعمل لاباروسكوب، اللهم الا غير كده ما بقتش شغلانتنا اصلا، بقت شغلانه دكاتره الانكولوجي اللي هو الراديو والكيمو ثيرابي على طول. او لو في بعض الحالات احتاجنا نشيل السبلين زي ما هنقول بعد كده في السلايدز اللي جاي. بدايه الليمفوما دي مالجنانت تيومر من الليمفوريتيكولار سيستم كله، بتطلع من البي سيلز والتي سيل او النيتشرال كيلر سيلز. طبعا البي سيلز اشهرهم وهي عباره عن 90% من الليمفوما اللي بتطلع عندنا. ده طبعا الثيرد موست كومون او اشهر ثالث مالجنانت تيومر في الاطفال. عندنا اسباب معروفه كتيره جدا للليمفوما، وجدوا ان هي داخله في الايتيولوجي بتاع الليمفوما غير الجينيتك. طبعا عندنا اوتو اميون زي الجوجرين وزي السيلياك ديزيز. دو اوتو اميون ديزيز الجوجرين بيأفكت الباروتيد والسيلياك بيأفكت السمول باول. وجدوا ان الاثنين اوتو اميون ديزيز دول وجدوا ان الاثنين اوتو اميون ديزيز دول بيساعدوا او بيزودوا الانسيدنس بتاع الليمفوما. عندنا انفكشن زي الايدز، الاتش اي في، والابشتاين باير فيروس، والانفكشن مونوكليوز، كل دول بيساعدوا، والملاريا معاهم كمان، والاتش بايلوري. كل دول وجدناهم في الاتيولوجي زي ما هنعرف بعد كده في الليمفوما، زائد ان السموكينج والالكحول والراديشن برضو بيساعدوا ان هم يديفلوب الليمفوما. تقسيمه الليمفوما الكبيره الهودجكن والنون هودجكن، عشان نعرف اصلا يعني ايه هودجكن ونون هودجكن هنشرح قصه صغيره كده نعرف الدنيا جت منين. هودجكن ده كان اسم عالم كان موجود في القرن ال 19 تقريبا، منتصف القرن ال 19، كان 1800 حاجه وحاجه و70. قدر ان هو كان دكتور اصلا اوتوبسي، دكتور تشريح، وجد ان في نسبه كبيره جدا من الشباب جوله ميتين في سن صغير، وكان معظمهم رجال يعني ميل من سن 20 ل 30 سنه. وجد ان عندهم ليمفادينوباسي في السيرفايكال ليمف نود، وكان معظمهم عنده سبلين كبير وماتوا بسبب الانفكشن. طبعا الموضوع ده ما كانش مفسر عنده لحد ما قدر يتوصل للليمفوما. فالكرايتيريا اللي قلنا عليها دي ان البيشنت اللي بيبريزنت في سن صغير وبيبقوا ميل وبيبريزنت بسيرفايكال ليمفادينوباسي وبيبقى مع معظمهم سبلين وميجالي، البيشنت او الكرايتيريا دي سميناها الهودجكن ليمفوما. ظهرت بعد كده سب تايبز كتيره من الليمفوما ما اخدتش الكرايتيريا اللي الهودجكن قال عليها فسميناها النون هودجكن ليمفوما. فلو ابتدينا بالهودجكن ليمفوما نتكلم عنها، ده طبعا الموست كومن تايب واشهر نوع بحوالي 90%، وده الحمد لله لان البروجنوزس بتاع الهودجكن افضل من البروجنوزس اوف نون هودجكن ليمفوما. هودجكن وجد ان الليمف نود بتبقى فليشي ولونها وردي شويه بينكش وبتبقى رابر بالكلينيكال اكزامينشن. وجدوا في الباثولوجي الار اس سيلز اللي هي الريد ستيرنبرج سيلز. الريد ستيرنبرج سيلز دي مميزه للهودجكن، وده اللي بيميزوا بيها دكاتره الباثولوجي الهودجكن عن النون هودجكن، وهنعرفها شكلها ايه بعد كده في الانفستيجيشن. ري ده عالم جه بعد هودجكن وعمل كلاسيفيكيشن للحالات بتاعت هودجكن، قال لك اكوردنج للباثولوجي انا بلاقي عندي حالات فيها ليمفوسايتس كتيره بنسميها ليمفوسيتك بريدوميننت تايب، وده طبعا البروجنوزس بتاعه بيبقى كويس عشان الليمفوسايت الكتيره بتنديكيت اميونيتي كويسه. ووجد عكسه ليمفوسيتك ديبليشن تايب، ما بيبقاش فيه اصلا ليمفوسايت كتيره، وده بيبقى طبعا في البروجنوزس مش كويس. ولقى نوع بين البنين في شويه كده وشويه كده فسميناهم ميكسد تايب، وده اللي بيبقى كومون مع الابشتاين بار فيروس. لكن الكلام ده ما بقاش يستخدم ليه زي ما احنا كاتبين كده نوت يوزد ناو، لان 90% من حالات الهوجيك الليمفوما لقيناها في تايب اصلا بعيد عن الثلاثه تايبز دول، لقيناها اللي هي النودولار سكليروزس اللي هي الموست كومون تايب اوف هوجيك الليمفوما كباثولوجي. يبقى لا هي لا ليمفوسيتك بريدوميننت ولا ليمفوسيتك ديبليشن ولا ميكسد، احنا لان الموست كومون هي النودولار سكليروزس، لذلك الكلاسيفيكيشن ده ما بقاش حد يستخدمه. زي ما قلنا الكلينيكال بريزنتيشن بتاعنا بيبقى كومون ان ميل وبيبقوا يانج في سن ال 20 ل 30 سنه، طبعا رير لو جه في السن الكبير فيري رير.
هو بيبقى بينلس بروجريسيف لمفادينوباسي. اشهر حته بتيجي او اشهر جروب لللمف نود هو السيرفايكال لمف نود، بتبقى عباره عن 85% زي ما احنا شايفين، وادي صوره للسيرفايكال لمفادينوباسي زي ما احنا شايفين. طبعا ممكن تيجي في الميديا ستاينم، ولو جت في الميديا ستاينم هتقفل على السوبيريور فينا كيف او الاسوفجس، ولو ضغطت على السوبيريور فينا كيف هنشوف الصوره اللي احنا شايفينها دي، صوره جميله لدايليتد فينز على الشيست وول، ده انديكيتورز لي سوبر فينا كيفا اوبستراكشن. طبعا البيشنت لو رفع ايده بالمنظر ده بيعمل لنا حاجه اسمها البامبيرتون ساين، بتبقى بوزيتيف ان البيشنت لو رفع ايده بيزود الكومبريشن على السوبر فينا كيفا، والكونجيشن اللي في الفيزلز دي او الدايليتد فينز ده بيزيد. يهمك طبعا تعرف كحته على الجنب كده ان اشهر مالجنانت تيومر بيجي في الميديا ستاينم هو الليمفوما، يعني اشهر صوره او اشهر سبب للليمفادينوباسي في بتشوف تيست اكس راي هي الليمفوما، لان اشهر ديزيز يجي في الميديا ستايل، لكن مش اشهر مكان بتيجي في الهوجكن. احنا قلنا ان الاشهر هي السيرفايكال ليمفادينوباسي، لكن لو اتكلمنا عن الميديا ستايل كموضوع منفصل، اشهر تيومر بيجي في الميديا ستايل اريا ايه هي الليمفوما. طبعا زي ما قلنا السبلين بيبقى فيري كومون ان يبقى عندنا سبلينوميجالي، لكن الليفر ما بيبقاش فيه اللارجمنت او ما بيبقاش فيه هيباتوميجالي، والصوره دي طبعا بتبقى معكوسه في ان هوجكن بنلاقي عندنا هيباتوميجالي وما بنلاقيش عندنا سبلينوميجالي. المالجنانت اسايتس مش بنشوفها كتير، ممكن ربع البيشنت بريزنت ببروريتس كميه هرش كبيره نتيجه لكميه الهستامين اللي خارجه من التيومر. قدروا ان هم بعد كده يعملوا كلاسيفيكيشن للهوجيك الليمفوما، يقسموها اكوردنج لي السيمتومز، هل معاها فيفر وسويت ويت لوس ولا ما معهاش. باختصار عشان نفهم الموضوع دوت، اي تيومر بيبقى ليه بيولوجي، او اي تيومر بيقدر يطلع ميدياتورز يعمل بيها بارا مالجنانت سندروم زي ما اخدنا في الانترنال. البارا مالجنانت سندروم دي باختصار نتيجة للبيولوجي العالي او الميتابوليك اكتيفيتي العالي في التيومر، فبيطلع كمية ميدياتورز كبيرة جدا، وبالتالي البيشنت اللي هيبقى معاه كونستيتيوشنال سيمتومز اللي هي الفيفر والنايت سويتي والويت لوس هيبقى بور في البروجنوزس، لان ده معناه البيولوجي بتاع التيومر وحش جدا وادفانس. فقسموه ستيج ايه من حرف الايه معناها absence للسيمتوم ديت، او بي بريزنس للسيمتوم ديت. يعني بنقسم زي ما هنعرف في الكلام الجاي، اما بنقسم اللوجيك اللي مفهومه في الاخر يهمني تعرف اذا كان البيشنت بريزنتد بويت لوس وكاشيكسيا وفيفر ولا لا، لان ده بيبقى انديكيتور للبروجنوسيس بتاعي زي ما قلنا. الكلينيكال ستيجنج، انت يهمك تعرف ايه الليمفوما دي ستيج 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. بصورة سهلة جدا انا بقسم، باخد خط كده عند الديافرام في كل الصور في الاربعة ستيج. يهمني تعرف ان ستيج 1 بتبقى عبارة عن سيرفايكال ليمف نود وهي جروب واحد، ستيج 2 بتبقى ممكن اكتر من جروب، يعني ممكن سيرفايكال ومعاها اكزيلري بس ستيل فوق او اباف الديافرام. لو بدأ يظهر عندي برا اورتك او الياك او ميزنتريك او سيلياك، يعني كل ده ابدومينال ليمف نود تحت الديافرام، ده هيبقى ستيج 3. لو ستيج 3 وظهر معاها سبلين او ليفر خلاص كده احنا بقينا في ستيج 4، وطبعا لو ظهر معاها بوم مارو انفيجن. يبقى تاني زي ما قلنا ستيج 1 جروب واحد فوق الدايفرام، ستيج 2 اتنين جروب فوق الدايفرام، ستيج 3 فوق وتحت الدايفرام، ستيج 4 بيبقى معاهم سبلينوميجالي او هيباتوميجالي، وكل ده في الاخر بيتقسم برضه هل معاه constitutional symptoms يعني بي ولا ما معهوش يعني ايه. الانفستيجيشن اللي بنعملها طبعا دي شريحة كبيرة جدا وسلايد كبيرة جدا للانفستيجيشن اللي بتتعمل، امشي معايا واحدة واحدة كده عشان تعرف لو جالك عيان لنفومة تعمل ايه وانت جراح. طبعا العيان يهم هيبريزنت معاك accidentally، انت بتعمل مثلا examination للبيشنت clinical جالك بأي حاجة تانية، فبتفحصه مثلا لحاجة لقيت عنده cervical lymph node او عنده سبلينوميجالي او شكيت باي صوره ان عنده ليمفوما، ايه الانفستيجيشن اللي ممكن تتعمل. اول حاجه بنعمل الاي اس ار، باختصار كده تعمل الاي اس ار والالكالين فوسفاتيز مع ال دي اتش والكالسيوم، يبقى الكالسيوم والالكالين فوسفاتيز ومعاهم ال دي اتش
والاي اس ار بنلاقيهم عاليين جدا في حالات الليمفوما. فاي حاله ليمفوما الف ب بتعمل لها اي اس ار بتلاقي معدل 100، بتعمل الكالاين فوسفاتيز وكالسيوم بتلاقيهم عاليين، والال دي اتش بتلاقي عالي جدا. كانوا زمان لو عيان عنده الليمفادينوباسي بياخدوا منها اسبيريشن بابره كده كفاي النيدل، بس الكلام ده طبعا ما بقاش يتعمل دلوقتي لان ما بقيناش نقدر نحدد الار اس سيلز فيه. فبقينا اي حاله عندها ليمفادينوباسي عملنا لها الماركرز ديت اللي هي ال دي اتش والالكالاين فوسفاتيز والاس ار والكالسيوم. وعلى فكره بعض الكتب بتكتب ان دي الليمفوما ماركر اللي هو ال دي اتش والالكالاين فوسفاتيز، انهم بيبقوا عاليين جدا وانديكيتور للليمفوما. لو لقيتهم بنعمل بعد كده اكسجينال بيوبسي للليمف نود، يعني باجي على سيرفايكال الليمف نود من اللي عندي باينه دي، بدخل البيشنت اما بجنرال او لوكال اناستيزيا وباخد الليمف نود بحالها، بقدر احافظ على الاناتومي بتاع الليمف نود عشان دكتور الباثولوجي يقدر يشوف الار اس سيلز اللي هي الريد ستيرنبرج سيلز اللي قلنا عليها. وقعد منظرها اهوت، بتبقى النيوكلاس عباره عن توام متماثل من الخلايا، تو ميرور ايمج نيوكلاس. هذا الصوره هي ليها اهي باينه خالص، وادي صوره ثانيه وصوره ثالثه اهي. يبقى انا يفضل دلوقتي والايرا الجديده ان الفاين نيدل ما بقتش تتعمل، انا باخد البيوبس الليمف نود كلها كاكسجينال بيوبس. طبعا دكاتره الباثولوجي بيقدروا يحددوا الجريد بتاع التيومر، هل هو هاي جريد ولا انترميديت ولا لو جريد، وبيقدروا يعملوا حاجه اسمها الاميون ماركرز، بيشوفوا السي دي 15 والسي دي 13 والسي دي 45، دي كلها ماركرز برضو بتتعمل وبتساعدهم في التشخيص كهودجكن ولا نون هودجكن مع الار اس سيلز وكبروجنوزس، هل الماركر ده بوزيتيف هنا يبقى البروجنوزس كويس ولا وحش. الاكس ري شيست اكس ري زي ما قلنا ممكن بتلاقي الميدياستاينال ليمفادينوباسي موجوده اهي، برده بنعمل الترا ساوند ابدومين بنشوف هل في هيباتوميجالي او في سبلينوميجالي ولا لا. بعد كده بنعمل سي تي شيست وابدومين مع بعض عشان نشوف الميدياستاينال ونشوف الابدومين بحاله. طيب لو احتاجنا نعمل مسح ذري على الجسم كله اللي بنسميه البيت سي تي سكان، ساعات بنعمله لو احنا عايزين اكسكلود البون مارو في حاجه، او اكسكلود ان في ديستانت ليمف نود مش شايفينها فيها حاجه. البون مارو طبعا بنعمل اسبيريشن، وساعات بنعمل بايوبسي لو الاسبيريشن مش كونكلوسيف. البايوبسي بيبقى افضل من الاسبيريشن، بناخده من الالياك كريست ونشوف فيه انفيجن للبون مارو ولا لا. وطبعا مش بنعمله في كل الحالات الا لو البيشنت عنده بان سايتوبينيا، يعني بقى عنده هيموجلوبين واقع وار بي سيز واقعه وبليتلت واقعه واي بي سيز واقعه، فبعد كده بنقدر نبروسيد لحاجه انفيزف زي كده زي البومارو اسبيريشن او بايوبس. طبعا دكاتره الهيماتولوجي اللي بيشخصوا الليمفوما اصلا يحبوا البومارو بايوبسي عن الاسبيريشن برضه، لان بيبقى افضل ليهم كباثولوجي واندر ذا ميكروسكوب بيقدر يشوفوا سيلز ويشوفوا حاجات كتيرة تانية. بعد كده ممكن نعمل لاباروسكوب على الميدياستاينم، ميدياستاينوسكوب لو محتاجين. ممكن نعمل لاباروسكوب كانفستيجيشن نبص بيه على الابدومين، وده اللي طالع في الايرا دلوقتي وبيستخدم واحنا كجراحين بنعمله دلوقتي. اللور ليمب ليمفانجيوجرافي كانوا بيستخدموا زمان في تصوير الاوعيه الليمفاتيك بيزلز، ما بقاش حد يستخدمه دلوقتي مع ظهور السي تي والام ار اي. السنتيجرافي برضه ما بقاش حد يستخدمه كتصوير للاوعيه الدمويه. هي فكرته باختصار ان كانوا بيجيبوا ماده زرقاء يحقنوها بين صوابع رجل العيان، وبعد ساعه ل 24 ساعه في الفتره دي بحالها بيبتدي الليمفاتيك بيزلز تاخد الضاي الزرقاء ديت، ويقدروا يدخلوا كانيولا في الليمفاتيك فيزلز اللي اخد الصبغه ويحقنوا ماده بكونتراست ويصوروا صوره اكس راي او صوره سي تي للليمفاتيك فيزلز. طبعا الكلام ده انفيزف وبياخد وقت زي ما احنا قلنا كده حوالي 24 ساعه ل 48 ساعه، مش كونكلوسيف في الحالات ومش كويس وبيدي باد ريزلت في الاخر، فما بقاش حد يعمله. الاستيدجنج لابوراتومي برده من الحاجات اللي عفى عليها الزمن، اللي كان زمان اي عيان عنده ليمفوما يقوموا مدخلينه وبعتينه اسم الجراح، وكان اسم الجراحه نصه تقريبا زمان حالات ليمفوما، ان اي عيان يجي لي لازم اعمل له حاجه اسمها ستيدجنج لابوراتومي، اللي انا بفتح بطن العيان بفتحها بميد لاين اكسبلوريشن، بروح على السبلينا اشيله. وكان اعتقادهم ان السبلينا لما بيتشال بيعتبر ليمف نود كبيره وبيوفر كميه الكيمو ثيرابي والريديو ثيرابي اللي البيشنت محتاجها، بيعمل ريدكشن في الدوز ديت، وبالتالي كانوا بيحبوا ان هم يشيلوا السبلين. كانوا بياخدوا بيوبسي من الليفر ومن اي ليمف نود كبيره زي البرا اورتك والسيلياك والالياك، ده كله ليه؟ عشان يعملوا ستيجنج
ستيجنج للليمفوما، اللي لغى الكلام ده السي تي دلوقتي. السي تي ابدومين وشيست اقدر اعمل بيهم ستيجنج وما احتاجش خالص الستيجنج لابارد. طب والسبلينكتومي ما هو ليه فايده اهوت؟ قال لك لا، السبلين دلوقتي لو تمناه بيحسن البروجنوزس بتاع البيشنت عن طريق انه بيدي اميونيتي كويسه، فالارم ان انت تشيل السبلين عشان تقلل الدوز بتاعت الكيمو ثيرابي والريديو ثيرابي، ما بقاش حد يعمل الكلام ده عشان اهميه السبلين كاميونيتي. البيوبسي طبعا هتقول لي انا محتاج بيوبسي، اقول لك ممكن تاخدها باللابروسكوب زي ما قلنا، وكانوا زمان بيدوا ريديو ثيرابي على البلفس فكانوا بيخافوا، لان معظم البنات ده بيبقى صغيرين من 20 ل 30 سنه، فكانوا بيخافوا على الاوفري من الراديشن ان هو يبوظ ويعمل لها انفيرتيلتي، فكانوا بيحاولوا يعملوا فيكسيشن للاوفري ورا اليوترس، يخبوا الاوفري ورا اليوترس بغرز كده ياخدوه ورا اليوترس عشان يحموه من الراديو ثيرابي. طبعا الاستيجنج لابراتوري كله ما بقاش يتعمل، البلفيك راديشن برضو ما بقاش يتعمل دلوقتي. وباختصار عشان الخص لك الشريحه دي عشان ما تتوهش، لو جالك اي بيشنت انت سسبيشس ان عنده ليمف نود وشاكك ان عنده الليمفوما، بتعمل ايه؟ بتعمل الماركر اللي هم ال دي اتش والالكالين فوسفاتيز والكالسيوم والاي اس ار، بعد كده بتاخد الليمف نود دي بعمليه صغيره جنرال او لوكال، بتاخدها كاكسجينال بايوبسي لدكتور الباثولوجي يعمل الحاجات اللي قلنا عليها كجريدنج وماركر. ممكن تعمل سي تي ابدومين وشيست تشوف الليمف نود، لو احتجت تعمل لابروسكوب بتعمله، لو احتجت بون مارو بايوبسي او اسبيريشن بتعملها. طيب السبلين ما بقاش يتشال في كل حالات الليمفوما، بس ستيل انا كجراح ممكن يجي لي حالات الماء واشيل فيها السبلين. طب منين انا بشيل السبلين ومنين بتقول ما تشيلوش؟ يو كان نوت ريموف السبلين في حالات الليمفوما الا لو كومبليكيتد. لو السبلين بقى كومبليكيتد، لان معظم الحالات دي بيبقى عندها هيوج سبلينوميجالي، طبعا الهيوج سبلينوميجالي بيبقى عرضه مع اي خبطه صغيره ان يحصل فيه رابشر وهيماتوما ولازم يتشال. هذا اول انديكيشن. تاني انديكيشن ان ممكن يحصل ابسس من الحجم الكبير بتاع السبلين، يحصل سبلينك ابسس. طبعا لو حصل سبلينك ابسس هذا تاني انديكيشن ان انت تشيل بيه السبلين. ثالث انديكيشن مع اللارج سايز ممكن البلد اللي داخل السبلين ما يقضيهوش او يحصل انفاركشن في السبلين وبرضه يخش في سبلينك ابسس، فده بيبقى انديكيشن للسبلينكتومي. والثلاث حاجات دول بيبانوا بالالترا ساوند والسيتي افضل طبعا، بيقول لك ان السبلين ده فيه لارج هيماتوما او في انفاركشن او في ابسس، يبقى ده انديكيشن للسبلينكتومي. طبعا انا بشيل السبلين في المرحله دي وده بيبقى افضل بايوبسي عندي اقدر اشيلها. السبلين في الاخر يعتبر كليمف نود، فانا بشيله كهيستوباثولوجي لدكتور الباثولوجي يقدر يحدد ويقول لي ده ليمفوما ولا مش ليمفوما. التريتمنت بتاعنا لازم تعرف ان الهودجكن العلاج الاساسي بتاعها الريديو ثيرابي، لذلك اول مرحله او اول تاني مرحله اللي هم ستيج 1 و 2 بحرق الليمف نود دي بريديو ثيرابي، وده بديهي وماشي مع المنطق، لان احنا قلنا ان ستيج 1 و 2 بيبقى جروب او اتنين جروب ليمف نود ولوكالايزد في حته معينه، فبخش بريديو ثيرابي واحرقهم، ما بيبقاش في انديكيشن ان انا ادي جرعه كيمو ثيرابي للبيشنت تعمل لي مشاكل. لكن البيشنت اللي هم فيه طبعا اباف ديافرام وبلود ديافرام بيبقى ليه انديكيتورز واشكال معينه من الراديو ثيرابي مش علينا، يعني دكاتره الاشعاع بيستخدموا حاجه اسمها واي فيلد ثيرابي اباف الديافرام، ولو بلود ديافرام زي السيلياك والبار اورتيك بيستخدموا انفيرتد واي فيلد ثيرابي. الكومبليكيشن بتاع الديافرام غير السكن التريشن وبيرن والسكن بيرن وغير والفايبروزس اللي زود لنا الريسك بتاع الكانسر بريست في الاجيال اللي موجوده دلوقتي، يعني الاجيال بتاعه زمان اللي جالها الليمفوما واخدوا ريديو ثيرابي على الشيست سواء ميديا ساينال ليمفوما او سيرفايكال كانوا عرضه بصوره كبيره جدا تقريبا بنسبه 20 لواحد عن الفيميل اللي ما اخدوش ريديو ثيرابي وجالهم كانسر بريست. تحت الديافرام بخاف طبعا على الانفيرتيليتي سواء ميل او فيميل زي ما قلنا على التستس بتاع الميل وعلى الاوفري بتاع الفيميل. هذا بالنسبه للريديو ثيرابي، طبعا الكلام ده انضغطت ومش علينا، انا بقوله لك بس بحيث يبقى في دماغك. لكن المين ثيرابي الستيج 1 و2 اللي تعرفه الراديو ثيرابي، بعد كده ستيج 3 وستيج 4 بيبقى كيمو ثيرابي. ممكن الحته اللي تجي لك على الكيمو ثيرابي ان كان في ريجيم من زمان بيستخدموه اللي هو الموب، الموب ده الريجيم بتاع الموب ما بقاش حد يستخدمه لان بيعمل سيفير كاردياك توكسيسيتي وهارت فيلير،
مبقاش حد يستخدمه، بيستخدم دلوقتي الـ ABVD ريجيمين. الريجيمين ده كويس جدا وخسائر افكت قليلة، بس ستيل التو ريجيمين ليهم نفس الكومبليكيشن بتاعت الكيموثيرابي، ليه عموما بيبقى فيه ويت لوس وبومتنج وانوريكزيا وبومارو ديبريشن ونيوتروبينيا والكلام اللي اتكلمنا عليه، وهناخده بالتفصيل في شابتر الكيموثيرابي لوحده في الجنرال سيكشن. طيب لو حصل ريلابس، وده كومون ان يحصل في حالات الليمفوما بعد ما بيعالج العيان ويبقى كيورابل، بيرجع يحصل ريلابس للديزيز تاني. طبعا شغل الخلايا الجذعيه دخل هنا، شغل الجين ثيرابي، بداوا ان هم يفكروا يعملوا فاكسين للليمفوما، بداوا يعملوا ايراديكيشن كويس للفيروس اللي شاكين ان هي اصلا داخله في الايتيولوجي بتاع تيومر. وفي دراجز طلعت ككيموثيرابي جديده بيدوها بروتوكول معين، البون مارو ترانسبلانتيشن برضو بيستخدم، بس ستيل كل الكلام ده ادفانسد ومش عارف. تعرف بس في الام اس كيو لو جالك ان الحاجات اللي بتبقى جود انديكيتورز في حالات الليمفوما لو ستيج 1 و2 زي ما قلنا، او ليمفوسيت دوميننت، ده بيبقى انديكيتور باثولوجي لمناعه كويسه، او الحالات اللي بتبقى ستيج ايه اللي بيبقى معاها ابسنس للكونستيتيوشنال سيمتومز اللي هي الويت لوس والكاشيكسيا والنايت سويتنج والفيبر. ندخل بعد كده على اخر شريحه في الهوجيك الليمفوما، ودي مهمه جدا وممكن تيجي ام اس كيو، ودي تقريبا النوبز بتاعه المحاضره. ايه اللي ما بقاش يتعمل في الهوجيك الليمفوما؟ اول حاجه الاستيدجنج لابراتوري زي ما قلنا، لان السي تي واللابروسكوب اللي هو منظار البطن لغى الدنيا دي. تاني حاجة السبلينكتومي ما بقاش حد يشيله إلا في الثلاثة انديكيشن اللي قلنا عليهم، لأن وجدوا إن ليه وظيفة في الإميونيتي كويسة جدا وبتحسن البروجنوزيس بتاع البيشنت. الليمفانجيوجرام ما بقاش حد يعمله، كانوا زمان برضو لو الليمف نود كبيرة ضغطت على الكدني بتعمل هيدرونيفروزيس وهيدرويوريتر، فكانوا ممكن بيعملوا حاجة اسمها البيولوجرافي، هناخده في إن شاء الله اليورولوجي اللي هو الأي بي في او الاي في يو. ما بقاش حد يستخدم الاي بي في دلوقتي عشان السي تي اللي موجوده، كله بقى يعمل سي تي ويز كونتراست ونصور الكدني كويس. ما بقاش حد يعني يستعمل الاكس راي والصبغه في الكدني كتير زي زمان، وخاصه في حالات الليمفوما. الموب ريجيمين زي ما قلنا ما بقاش مستخدم، الاي بي في دي هو اللي بيستخدم عشان طبعا الكاردياك توكسيسيتي بتاع الموب ريجيمين. البيلفيك راديو ثيرابي زي ما قلنا عشان الانفيرتيليتي برضو ما بقاش حد يستخدمه. نخش بعد كده على النون هوجيك الليمفوما باختصار كايدج. تبص على الجدول ده، النون هوجيك الليمفوما اكتر في السن الكبير بعكس الهوجيكن كومون في الشباب. برضو الهوجيكن قلنا ان لا معظم الحالات بتبقى سيمتريكال وسيرفايكال، هنا لا بتبقى سيمتريكال وما بتبقاش في السيرفايكال جروب، بتبقى في اي بريفرال ليمف نود ثانيه زي الانجوينال والاكزيلاري وغيره. السبلينوميجالي قلنا كومون هنا والليفر مش كبير، هنا العكس في النون هوجيكن ما بيبقاش في سبلينوميجالي لكن الليفر هو اللي بيبقى اكبر. قلنا العلاج الاساسي في الهوجيكن بيبقى المين ثيرابي هو الريديو ثيرابي، لكن لانها بتبقى ملمومه ولوكالايزد في حته فبنقدر نحرقهم بالريديو ثيرابي، لكن مش هحرق الجسم كله زي حالات النون هوجيكن الليمفوما الا في حالات معينه برضه هنعرفها. لكن المين ثيرابي في النون هوجيك الليمفوما هو الكيمو ثيرابي. طبعا البيشنت بتاع النون هوجيكن بيبقى معاه سيفير كاشيكسيا ويت لوس، لان البيولوجي بتاع التيومر بيبقى اعنف من الهوجيكن، وبالتالي البروجنوزس بتاع النون هوجيكن اسوء. برضه حاجات بتخلي البروجنوزس مش كويس الهيباتوميجالي، لان ممكن يحصل هيباتيك انفيجن وليفر سيل فيلير وجوندس والبيشنت يموت من ليفر سيل فيلير، ودي كومبنسيشن. ممكن برضو بيحصل vertebral involvement ويأثر على الفيرتبري والبيشنت يخش في بارابليجيا. كل الكلام ده بيخلي البروجنوزيس بتاع النون هوجيك الليمفوما مش كويس. الكلاسيفيكيشن بتاع النون هوجيك الليمفوما كنا زمان في اولد كلاسيفيكيشن بيقسموها اكوردنج للباثولوجي سواء نوديولار ولا ديفيوز. دلوقتي عشان الشراهه والبيولوجي الوحش بتاع التيومر بقى يهمك ان انت تقسمه اكوردنج للبيولوجي، هل هو هاي جريد ولا انترميديت جريد ولا لو جريد، يعني هيدي جود بروجنوز. اللو جريد بيدي جود بروجنوز ونتائج كويسه وسرفايفل افضل، الهاي جريد ما بيديش بروجنوز كويس بيبقى فيري بور في البروجنوز بتاعه. الباثولوجيكال يعني طالع من البي سيل ولا التي سيل، قلنا البي سيل هي الاشهر 90% من التايبز بتبقى بي سيل، التي سيل بتبقى 10 بس.
طب انت عشان ما تتلخبطش، ودي ممكن تيجي ام سي كيو، اعرف الحاجات اللي بتطلع من التي سيل، وهو واحد بس اللي عليك، اللي هي الكينياس ليمفوما، اللي بيبقى لها اسم تاني بنسميه مايكوزس فانجويد، وهناخد صورة ليه ونعرفه. ده اللي ممكن يبريزنت سوري ده اللي ممكن يبريزنت بيبقى الاورجن بتاعه من التي سيلز. لكن بقيت كل الحاجات طالعه من البي سيلز، طبعا الموست كومن تايب هو اللارج بي سيل لينفوما، طالع من البي سيل. هناخد حاجتين بعد كده اللي هي الفوليكولار لينفوما والبيركت لينفوما والمالت لينفوما. الحاجات دي هنتكلم عنها في الشرايح الجايه، سواء مالت لينفوما او بيركت لينفوما، بيبقوا طالعين من البي سيل. يعني باختصار ممكن يجي لك ام سي كيو يقول لك كل الاتي طالع من الاوريجين بتاعه من البي سيلز، ما عدا تعرف ان اللي طالع من التي سيلز في كوتينيوس ليمفوما، وبقيت كل الفرايتس الثانيه بتبقى طالعه من البي ليمفوما من البي سيلز. العلاج بتاعنا قلنا المين سيرابي بتاعنا كيمو سيرابي، لان السبريد بيبقى عنيف واخد اكتر من جروب في الجسم. مش بنستخدم الراديو سيرابي الا لو الفيرتبري بس بقت انفولفد بالليمفوما. هنبتدي ناخد في الكلينيكال تايبز بتاع النون هودجك الليمفوما، واول تايب هناخده الملطومه او المالت ليمفوما. المالت ليمفوما سمعنا عنها طبعا في الجي اي تي، هي عباره عن ليمفوما بتطلع من الليمفاتيك لايننج او الليمفاتيك سيستم، اللي بيبقى عامل لايننج سب ميكوزا في السب ميكوزا بتاع الجي اي تي كله. الليمفويد تيشو دوت ممكن يطلع فيه ليمفوما، وجدوا ان المين اتيولوجي هي الاتش بايلوري، هي السبب الرئيسي في حالات المالتي ليمفوما، والاتش بايلوري هي السبب الرئيسي، وده هيفيدنا في المانجمنت. علاج المالتي ليمفوما بتتعالج بالاراديكيشن بتاع الاتش بايلوري، بدي مثلا حاجه العلاج الكومون اللي بنديه للاتش بايلوري زي الهيليكيور 14 يوم بعمل لها اراديكيشن، الدنيا بتبتدي تخف معايا واقدر اكمل بكيمو سيرابش. طبعا التشخيص بيبقى بيوبسي عن طريق الابر اندوسكوب، بتلاقي الاتش بايلوري موجوده وبتلاقي الاوريجين بتاع الليمفوما موجوده، وزي ما قلنا ان ده بي سيل تايب. طبعا هتبريزنت، اما تعمل لي ماس تبقى زي الكانسر استومك، تعمل لي ماس كبيره كده بيحصل بليدنج منها سواء هيماتيميسيس او ميلينا، او الماس دي تعمل ايروجن وبرفوريشن وتعمل برفوريتد السر في الاستومك، او تعمل سيكننج جنراليزد سيكننج في الاستومك بحالها، والسيكننج ده هيبريزنت بي ديسبيبسيا وويت لوس وكشف. قلنا العلاج بتاعنا هيبقى اراديكيشن للاتش بايلوري، ودي من ضمن الحاجات الريفرسبل على فكره، ومن ضمن الحاجات اللي في الليمفوما اللي بيبقى لها بيتر بروجنوزس. حتى كانوا يسالوا سؤال زمان، لو تحب واحد يقول ليمفوما تحب يبقى انهي تايب، هي المالتي ليمفوما، لان الاتش بايلوري معروف سببها، بقدر اعالج الاتش بايلوري، بقدر اخد بيوبسي واشخص كويس، بقدر اعمل لو قدرت اعمل جاستريكتومي بعمل راديكال جاستريكتومي، وبدي برضو كيمو سيرابي مع العلاج بتاعنا. تاني نوع البيركت ليمفوما. البيركت ليمفوما بيجي في الاطفال الصغيرين، وهحاول اجيب لكم صور زي ما احنا شايفين كده، دي صور للبيركت ليمفوما. طبعا زي ما انت واخد بالك ان دول اطفال افارقه وصغيرين ومعظمهم ميل، لان التيومر بيبقى كومن في الميل عن الفيميل. طبعا ده كانوا بيسموه المالجنت ليمفوما في افريقيا، لانها مشهوره جدا في اطفال افريقيا، قدروا يتوصلوا ان الملاريا سبب كبير ليها لانها كومن هناك. الايدز برضو الاتش اي في كومن في افريقيا، في دول افريقيا، والابشتاين بار فيروس، الثلاثه دول قدروا ان هم يتوصلوا ان هم ايديولوجي للبيركت ليمفوما. طبعا البيركت ليمفوما جايه في مكان وحش جدا، بتيجي في الجو الابر واللور ماندبل، بتاكل الابر واللور جو او الماندبل، طبعا بتسبريد للماجزيلا وبتسبريد للنك زي ما احنا شايفين. البروجنوزيس بتاعها وحش جدا، فيري باد، البيشنت بيبريزنت بالسريشن زي ما انت شايف كده، وهاليتوز والسريشن وويت لوس وكاشيكسيا وادفانسد سبريد، ومعظم 90% بيبقوا مورتاليتي من البيشنت دول، ان البيولوجي بتاع التيومر وحش جدا. زي ما قلنا بتشخص، طبعا هاخد بيوبسي منها اشوف الدياجنوزيس بتاعي، هتشخص كليمفوما سهل. العلاج بتاعنا هيبقى كيمو سيرابي وراديو سيرابي مينلي، رير جدا لو قدرنا نعمل جراحه او حتى راديو سيرابي، لكن بتتعمل كحاجه بالياتيف، ان انا اعمل ريدكشن للسايز بتاع الماس الكبيره اللي ضغط على الجزء دوت، لكن مش هي الكيورابل تريتمنت. زي ما قلنا ان البيولوجي عنيف جدا، بيحصل سبريد
بصوره كبيره جدا في الجسم كله. لذلك المين تريتمنت بتاع الكيموثيرابي وما تنساش ان البروجنوزز فيري فيري باد، ودي بتيجي ام سي كيو. طبعا الاوريجن بتاعها البي سيلز عشان ما ننساش. اخر حاجه الكوتينيوس تي سيل لينفوما، من اسمها ان الاوريجن بتاعها تي سيل اهو، دي تي سيل لينفوما. الاسم الثاني بتاعها المايكوزس فانجويدز، هجيب لكم صور ديت، صور اهيت للتي سيل لينفوما. دي لينفوما بتافكت السكن، برضو الليمف نود ممكن تبقى افكتد اللي بتدرين الجزء دوت. زي ما احنا شايفين دوائر دوائر كده في السكن اهيت، ممكن اقدر اخد بيوبسي من اي اريا فيها ليجن اشخص بيها الليمفوما على طول. البروجنوزس بتاعها مش وحش قوي زي البركت ليمفوما، لكن مش افضل من المالتي ليمفوما. ما تعرفش زياده عن كده عنها. اخر حاجه تعرفها عندنا حاجه اسمها تيومر لايز سيندروم، ودي بتيجي ام سي كيو كتير. ايه التيومر لايز سيندروم؟ انا عندي اي بيشنت عنده ليمفوما، لو اديت الكيمو سيرابي والحمد لله ربنا كرمنا واستجاب وفي ريسبونس للكيمو سيرابي كويس، طبعا الكيمو سيرابي هيعمل ديستراكشن او بريك داون للمالجنانت سيلز. طيب المالجنانت سيلز فيها ايه؟ زي اي خليه فيها بوتاسيوم كانتراسيلولار، فيها فوسفيت برضو موجود، والنيوكلاس بتاعتها اللي بتتكسر وتطلع نيوكليك اسيد بصوره كبيره. النيوكليك اسيد طبعا لما يتكسر هيديني طبعا الزنسين والهايبوزنسين اللي هيعملوا لي اليوريك اسيد. يبقى انا طلع لي في الاخر بوتاسيوم وفوسفيت ويوريك اسيد. البوتاسيوم هيعمل هايبركاليميا وممكن يدخل البيشنت في كاردياك اريست او اريزميا. الفوسفات الهايبر فوسفاتيميا ممكن تدخل برضو البيشنت في مشاكل بون واوستيوبروزس او جي اي تي ديستربانسز. اخر حاجه اليوريك اسيد، وده اللي يهمنا، ان اليوريك اسيد هيطلع بصوره كبيره جدا، ممكن يقفل التيوبولز بتاع الكدني ويعمل لي اكيوت رينال فيلير، هيعمل ميتابوليك اسيدوزس. لذلك المين مانجمنت بتاعنا او العلاج الاساسي بتاعي ان انا بعالج الهايبر يوريسيميا، بدل عن الوبيورينول وبدل يوريت اوكسيديز عن طريق الفورات. الفوار دوت بيمنع، والالوبيورينول بيمنعه، بيقللوا كميه اليوريك اسيد اللي هتترسب في الكدني، وبدل البيشنت كميه محاليل كتير جدا، اعمل له هايبر هيدريشن بحيث اغسل اليوريك اسيد من التيبيولز بتاعت الكدني. يبقى دي البريكوشنز اللي انا بعملها مع بدايه الكيمو ثيرابي. ولو البيشنت داخل في التيومر لايز سندروم، بتلاقي البيشنت ماشي على الزيلوريك اللي هو الالوبيرينول مع الفورات مع محاليل او توصيات من الدكتور ان يشرب ميه كميه كبيره. طبعا البيشنت لو دخل في هايبر كاليميا لازم اي سي يو ادميشن والانتي هايبر كاليميك ميجرز، او لو دخل في هايبر فوسفاتيميا برضه يحتاج ان الدنيا دي تتظبط بحالها. كده الحمد لله، كده الحمد لله خلصنا فتره الليمفاتيك. تركات الام سي كيو اتكينا عليها، سرعت في قدر الامكان لانه مش مهم بصراحه، مش مهم. الرول بتاع الجراحه فيه قليله جدا، سواء لينفديما سواء لينفوما سواء لينفانجايتس. تركات الام سي كيو اللي ممكن تجينا بالحته الريتن الحمد لله شرحناها كويس جدا وباستفاضه، نقدر نسمعها. ومش يعني اللي مش عايز حتى يقرا الجزء اللي عليه في كبي دي اف اللي هننزله ما يقراهوش، كفايه المحاضره إن شاء الله تبقى كافية بإذن الله.